السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما هي الفوائد الصحية لتناول القرنفل؟ وما هي أضرار القرنفل؟ القرنفل صيدلية في المنزل لعلاج العديد من الأمراض والمشاكل الصحية. القرنفل من العناصر الطبيعية واسعة الشهرة والاستخدام، فالقرنفل يستخدم منذ آلاف السنين في الطب الشعبي وخاصة لعلاج آلام الأسنان. وفي هذا الفيديو سوف نقدم لكم أهم الفوائد الصحية للقرنفل وبعضا من أضرار القرنفل. متابعين الكرام، لا تعد هذه المعلومات مرجعا طبيا، وفي حالة القلق منها يجب عليكم استشارة الطبيب، وهذا لاستخدام أكثر أمان للقرنفل. الفوائد الصحية للقرنفل: القرنفل يحسن الهضم عن طريق تحفيز إفراز الإنزيمات الهاضمة، ويحتوي القرنفل على الخصائص الوقائية من السرطان، ويساعد القرنفل على حماية الكبد، ويساعد القرنفل على السيطرة على مرض السكري، ويساعد القرنفل أيضا في الحفاظ على العظام. القرنفل يعزز نظام المناعة. القرنفل يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات. القرنفل علاج لأمراض الفم. القرنفل منشط جنسي. القرنفل مفيد لعلاج الصداع. فوائد القرنفل للأسنان: يستخدم زيت القرنفل في الهند كعلاج للتسوس عن طريق وضع قطن في الزيت ثم وضعه على مكان التسوس قبل النوم، وذلك لقدرة زيت القرنفل على القضاء على التسوس في وقت قصير. وبالتالي يضاف زيت القرنفل إلى الكثير من منتجات العناية بالأسنان مثل معجون الأسنان وغسول الفم والكثير من أدوية الأسنان. فوائد زيت القرنفل للبشرة: يستخدم زيت القرنفل لعلاج البشرة خاصة حب الشباب عن طريق تطبيقه موضعيا على البشرة بعد تخفيفه. لذا سنجد أن زيت القرنفل يستخدم في الكثير من منتجات البشرة التي تقلل من التجاعيد وعلامات التقدم في العمر التي تظهر على الوجه، كما أنه يساعد على تدفق الدم للوجه وإعادة الحيوية والنضارة له. فوائد زيت القرنفل للجهاز الهضمي: يساعد زيت القرنفل على علاج اضطرابات الجهاز الهضمي وعسر الهضم، بالإضافة إلى أهميته في التخلص من غازات وانتفاخات البطن، كما أنه يفيد في التغلب على الشعور بالغثيان والقيء. لذا يستخدم القرنفل كنوع أساسي من التوابل المضافة للطعام في ثقافات كثيرة. فوائد زيت القرنفل للصحة النفسية: يقلل زيت القرنفل من القلق والتوتر، وأيضا يساعد على تنشيط المخ وزيادة التركيز والقضاء على الشعور بالخمولة والتعب والأرق، كما أنه مفيد لعلاج فقدان الذاكرة والاكتئاب والقلق. فوائد زيت القرنفل للتخلص من الصداع: يمكن خلط زيت القرنفل مع الملح وتدليك مقدمة الرأس به موضعيا، حيث أنه يخفف من آلام الصداع والتوتر. ولكن فوائده لا تقتصر على التغلب على الصداع فقط، بل تشمل التخلص من آلام المفاصل والعضلات، حيث أنه يخفف من الآلام والتورم والالتهابات. زيت القرنفل: فوائد زيت القرنفل للجهاز التنفسي: من فوائد زيت القرنفل أنه يستخدم لعلاج الكثير من مشاكل الجهاز التنفسي مثل احتقان الأنف والسعال والتهاب الشعب الهوائية والتهاب الأذن الوسطى والتهاب الحلق، كما يمكن مضغ القرنفل للتقليل من التهاب الحلق والتخلص من آلامه. فوائد زيت القرنفل كمضاد للبكتيريا: زيت القرنفل مطهر ومضاد للبكتيريا، لذا يستخدم في علاج الكثير من الحالات الجلدية مثل الجروح والحروق والكدمات والطفحة الجلدية ولدغات الحشرات والعدوى البكتيرية أو الفطرية والكثير من الأمراض الجلدية الأخرى، ولكن يجب تخفيفها أولا قبل استخدامه حتى لا يسبب حساسية للبشرة، لأنه مركز بطبيعته وقوية. زيت القرنفل لتنشيط الدورة الدموية: يعمل زيت القرنفل كمنشط للدورة الدموية، وهذا بدوره يساعد الجسم على الإيض، كما أنه يعالج الصداع لأنه يعمل على توسيع الأوعية الدموية ويسهل من وصول الدم لكافة أعضاء الجسم، وبالتالي زيادة كفاءتها، كما أنه يساعد على خفض درجة حرارة الجسم. فوائد زيت القرنفل لتنقية الدم: ويساعد زيت القرنفل على تنقية الدم من المواد الضارة والخلايا غير الطبيعية، كما أنه يعمل على مقاومة التسمم في الدم
وبالتالي يقوي من مناعة الجسم ويحميه من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض. فوائد زيت القرنفل لمرضى السكري: ويساعد زيت القرنفل على خفض نسبة السكري في الدم، لذا ينصح به مرضى السكري، كما يمكن إضافته على الطعام للاستفادة من فوائده المتعددة. فوائد زيت القرنفل كطارد للحشرات: يستخدم زيت القرنفل للقضاء على الحشرات وذلك لراحته العطرية القوية التي لها القدرة على طرد الحشرات تماما والتخلص من حشرة الفراش البق. زيت القرنفل للتخسيس والرجيم: يمكن تحميص القرنفل أو طحنه وإضافته مع العسل للتخفيف من اضطرابات الجهاز الهضمي وذلك لتعزيز الهضم أثناء التخسيس، حيث يعمل القرنفل على تحسين عملية الهضم عن طريق تحفيز إفراز الإنزيمات الهاضمة، كما أن القرنفل جيد أيضا لتقليل انتفاخ البطن والتهيج المعوي وعسر الهضم والغثيان. وقد كشفت الدراسات أن مستخلصات القرنفل تساعد في السيطرة على مستويات السكرية في الدم. زيت القرنفل فعال أيضا في علاج المشاكل ذات الصلب المعدة مثل عسر الهضم وغثيان الحركة وانتفاخ البطن، ولذلك يعتبر القرنفل أحد أهم التوابل المضافة إلى العديد من الأطباق الهندية. فوائد شاي القرنفل للتخسيس: شاي القرنفل هو وسيلة جديدة لزيادة كمية المغذيات المستهلكة وعلاج بعض الحالات الصحية بشكل طبيعي، فشرب هذا الشاي يمكن أن يزيد من إنتاج كل من اللعابة وعصائر المعدة، وكلاهما ضرورية لعملية الهضم الفعالة، كما يمكن أن يسرع حركة الأمعاء ويقلل من خطر الإصابة بالإمساك أو التهاب الأمعاء، مما يعزز من صحة الجهاز الهضمي لتخسيس صحي. من فوائد القرنفل للتخسيس أن شاي القرنفل يمكن أن يحفز عملية اليض وتقديم يوفر العناصر الغذائية الرئيسية التي تساعد في إنقاص الوزن بشكل طبيعي وآمن. زيت القرنفل وفوائده الصحية للعناية بالشعر: ويساعد تأثير ارتفاع درجة حرارة زيت القرنفل على زيادة الدورة الدموية في فروة الرأس ويحفز بصيلية الشعر، مما يعزز نمو الشعر. وصفة لتعزيز صحة الشعر: يمكن تطبيق بضع قطرات من زيت القرنفل جنبا إلى جنب مع ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند أو زيت الجوجوبا للمساعدة على منع تساقط الشعر وتعزيز نمو شعر صحي وعلاج الصلع. ولكن انتبه، يجب عدم استخدام زيت القرنفل بشكل مباشر على الشعر أو الجلد، وبدلا من ذلك يجب أن يخفف إما في زيت الزيتون أو في الماء المقطر لتجنب أي أثار جانبية على الخلايا نتيجة للمركبات العضوية القوية فيها. القرنفل وفوائده الصحية للبشرة: فوائد زيت القرنفل لعلاج حب الشباب والكثير. غالبا ما يوصى بزيت القرنفل لمرضى حب الشباب، حيث أن له خصائص مضادة للميكروبات قوية، وتظهر الأبحاث أن الزيت يمكن أن يمنع البكتيريا التي يمكن أن تسبب ظهور حب الشباب والبثورة والدمامل وتقرحات الجلد والطفحة الجلدية والقوباء ومتلازمة الجلد. لعلاج حب الشباب، يمكن مزج بضع قطرات من زيت القرنفل مع ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند أو زيت الجوجوبا وتطبيقه بمساعدة كرة قطنية في المنطقة الملتهبة، كما يمكن أيضا خلط 2 إلى 3 قطرات من الزيت مع ملعقة صغيرة من العسل الخام وتطبيقها وشطف المزيج بمجرد جفافه. زيت القرنفل للعناية بالبشرة: الأجنولة في زيت القرنفل له خصائص تجديد وتحفيز، والتي يمكن أن تزيد من تدفق الدم إلى الجلد وجعله يبدو مشع ومتوهج. ستجد زيت القرنفل في العديد من المنتجات لتقليل أثار الشيخوخة مثل التجاعيد وترهل الجلد وعيوب البشرة. يمكن خلط زيت القرنفل بالزيوت الحاملة واستخدامه كغسول للوجه ومرطب طبيعي، ويمكن أيضا أن يستخدم لعلاج الثأليل والقوباء والطفحة الجلدية الحادة وكذلك للحد من الندوب. أضرار القرنفل: قد تتسبب الجرعات الزائدة من زيت القرنفل مشكلة الحساسية، أو يكون لها تأثيرات سامة بسبب محتوى الإيجينول، يمكن أن يسبب زيت القرنفل الأثار الجانبية التالية: يعتبر زيت القرنفل غير آمن بشكل كاف ليؤخذ عن طريق الفم، يمكن أن يسبب أثار جانبية شديدة مثل النوبات وتلف الكبد واختلال توازن السوائل، الحمل والرضوع،
لا توجد معلومات موثوقة كافية حول سلامة أغذاء القرنفل في الجرعات الطبية في الحملة أو الرضاعة الطبيعية، وينصح بتجنب استخدامه. اضطرابات النزف: يحتوي زيت القرنفل على مادة كيميائية تسمى الأوجينول، والتي يبدو أنها تبطئ تخثر الدم، كما أن هناك قلق من أن القرنفل قد يسبب النزيف أثناء أو بعد الجرعة، ويجب التوقف عن استخدام فصوص القرنفل على الأقل قبل أسبوعين من الجروح المجدولة.